انت عم تضحكي علي ايفون وتاخذيني باحاديث يا انا بحبها وماسكه قلم الكحل الاسود لك انا ما بعرف احط كحله سوداء ليكي رح اول شغله غريبه شوي لا 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 بدي ساعه لفوت لجوا اقعد غيره في قصه عم بقول لك اياها وما حدا بيعرف اعملوا سبسكرايب لميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب شانل طب شو اعمل يا جماعه والله العظيم رح يجلطني هالزلمه مرحبا انا ايفون حاتم ميك اب ارتست من لبنان انا معكم بحلوه رمضان سيزن 3 كثير محمسه لانه معي ضيفه كثير 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 بحبها وكثير قويه وكثير بتمثل حلو انا اكيد انه كلكم بتحبوها معي اليوم كندا علوش ايفون انا كندا عم تلعب بلشتي تلعبي انا الميك اب بالنسبه لي العاب هلا بحكي لك عن علاقتي مع الميك اب مبسوطه اني رح اكون معك اليوم انا كثير مبسوطه اني رح اكون مع ميك اب فور ايفر وجاهزه نبدا اوكي هلا بتعرفي انا كثير ست بيت يعني فلازم اقوم بواجبك ايفون ست بيت ما بتعرفي تصبي فنجان قهوه يلا هاتي نقطه منيحه بدي ذوقك مصره تمر اكيد انت ما بتخلق دش انا بحب هدول الاثنين مع بعض خصوصي انه هلا نحن عرفنا انه ولدتي بيبي جديد فبيقولوا التمر كثير منيح منيح صح كيندا سؤال انت قد ايه بتحبي الميك اب؟ يعني انا اليوم بدي اعمل لك مكياج، انت شو بتشوفي حالك؟ رح اقول لك الحقيقه ماشي انا اليوم ببروجرام ميك اب وميك اب فور ايفر فعلا انا بحبهم كثير كبراند، بس رح اقول لك الحقيقه انا علاقتي بالميك اب بعطيها 2/10، يعني او 1.5 الحقيقه، انا لو علي ما بحط ميك اب ابدا، بحس بس فيك شويه تاتشز لازم اعملها، فبالنسبه لي نقطه الماسكارا ونقطه تغميق الرموش والبلاش هو هيدا الماكسيموم علاقتي بالميك اب. اوكي، سو انت كثير بتحبي المينيمال ميك اب. بالضبط. اوكي، بس هلا بدي اقول لك شيء، يعني نحن مع ميك اب فور ايفر اليوم رح تكون الحلقه تنعلم العالم انت بتعرفي فيك انت اسم الله اسم الله عليكي وجه بلورة حبيبتي سو ما منك بحاجه لكثير مكياج وفي كثير عالم بتكون بشرتهم ما فيها ولا غلطه وبيجوا بدهم يعملوا ميك اب ما بحبوا لانه بسمكوا لهم الفاونديشن رح اقول لك شيء انا شخصيا بحب الوش حتى بديفوياته يعني انا رح ورجيكي حتى على الكاميرا بعد الولاده بتوقع كثير في امهات صار معهم مثلي صار عندي ذنبين معكم كلف الولاده حتى هاد اللي هو ممكن يكون ان اواي ديفو انا بالنسبه لي بشوفه حلو ما بشوفه ديفو فبحب وقت بدي احط شيء له علاقه بمثلا فلنفترض حطينا فاونديشن يكون مينيمم طبقه الفاونديشن اللي ما تغطي مسام الوش ما احس انا حاطه طبقه على وشي احس انا بس هيك يعني موحده اللون عامله شويه دمويه بوشي اذا في كلف مبين ما في اي مشكلة. فاذا فينا نعمل هيدا الميك اب بالشكل اللي هو بيبرز شوي الحلاوه بدون ما احط حالي لابسه ماسك فهو تيبكال هاد اللي انا بحبه يلا كيندا رح بلش لك اول شيء بالسكين بوستر اللي هو بيعطيك جلو وبيعطيك اكلالة وجهك وترتيب كثير حلو البديه منك انه قبل ما بلش لك بالميك اب تطلع بمرايتك اوكي يعني الحقيقه انا مالي كثير من الناس اللي علاقتهم يمكن تكون بيرفكت مع المرايه يمكن من انا والصغيره ايفون بحب المرايه بس مالي من المهووسين اللي بضل حاطه مرايه بشنتاتي وعم بطلع فيها هلا اذا طلعت بالمرايه بشوف حالي شوي مختلفه يمكن صرت اشوف حالي اكثر لاني ام هلا لسه عندي شويه الوزن الزايد تبع من بعد الولاده والى اخره وبشوف انه يعني يمكن لازم ارجع اعتني اكثر بوشي بشكلي كمان بتعرفي مع أكيد. مع قصص الامومه هيك الواحد شوي بيهمل حاله طبعا انا جاهزه وانا عرفت انه انت شخص كثير كثير فايته بموضوع الامومه انا حقيقي. وصلتني هيك خبريه حقيقي. انه كل الوقت I'm enjoying الحقيقه It's a choice يعني انت بتختاري اما انه يكون موضوع الامومه موضوع عابر بحياتك مثله مثل اي شيء ثاني يعني انه صرت ام يلا ومكمله حياتي عادي وشغلي انا حسيت انه هي لحظه استثنائيه هي شغله مقدسه هديه من رب العالمين طبعا. اجتني فهي تستحق انه تاخذ كل وقتي كل اهتمامي كل مشاعري هي مرحله بعدين ان شاء الله رح تكبر رح اقدر اعمل دخل معها بشغلي اكثر ارجع بحياتي بس انا حاسه انه بهيدي المراحل الاولى هي بتستاهل اني اعطيها انا فول اتنشن فول وقت ديديكيشن الاهتمام والالتزام كثير حلو شعور البوستر يعني حاسه قصدي اعطى فريشنس حاسه هلا حاسه قد هيك في شيء نظيف فريش حاسه بالبوست يعني صح وحاسه شوي انه رطب لك بشرتك اكثر حقيقي انا كمان عندي دراي سكن فيري دراي سكن رح استعمل لك هلا الميك اب فور ايفر الالترا اتش دي بيرفكتور اول شيء في حمايه للشمس
هيدا كرمال الكلف اللي طالع لك من بعد الحبل. ثاني شيء الكفرتش تبعه خفيف كتير يعني مثل ما انت بتحبي، ما بيعمل طبقه سميكه، ما بيعمل طبقه سميكه ابدا، وبيعطيكي جلو كتير حلو كمان، وخصوصي كمان على الكاميرا. سو هلا عم بستعمل لكينا الرقم 05 وعم بستعمل معه البراش من ميك اب فور ايفر اللي هي 154. اوكي رح احط لك اياه على كل وجهك بطريقه كتير سوفت لحتى ما يعمل طبقه سميكه، ما يعمل طبقه سميكه. يمكن ده انا اللي عملته هلا لحديت هلا، انه مديت لك الفاونديشن على كل وجهك، رجعت جبت الميك اب بلندر. انا بحب احط لها مي واعصرها كتير منيح لانه بترتب لي كمان شوي وبتشيل الزوايد عن، يعني اذا في فاونديشن شوي زايد تاخذ لي اياه. رح نجرب نعلمك. ايوه بدي اتعلم. انا بدي اعمل كورس براشز وكل هدول الاشياء. اه ليه ضروري يا بنتي، عندها شخصيه اندبندنت مبينه من هي وبيبي، يعني كملي انت اذا بدك انا عم بحكي لك. عندها شخصيه اندبندنت، اذا ما صار اللي بدها اياه هلا باللحظه تفجر بتاكلنا كلياتنا. وبعدين بتتعامل يعني من هي وبيبي لسه بتركز، بدها تفهم كل شيء، بدها تعرف شو اللي عم بيصير، مين اجى، شو حكى، فضوليه شوي. ما بعرف انت فضوليه يعني، مو قصدي انا فضوليه. فضوليه بالمعنى ايجابي، اكيد بمعنى حب التعلم، بمعنى ان هي بدها تفهم، بدها، مو بمعنى انه الجوسبس والاخبار هي لسه بتكل عليها كثير، بس بتحسيها هي وعم تاكل اذا حدا حكى بتبرم، بتقطش الاكل وبدها تسمع شو عم بيحكوا. هلا هن بالاجمال البنات هيك، بس هي ما لها يعني، ما لها قصدي، ما بتحسي بيبي ضعيف مغلوب على امره، لا في شخصيه قويه بتمشينا مثل ما بدها. ما بتوجع لك قلبك كثير يعني؟ انا بيجعني قلبي هيك، بس مثلا انا حطيت لها تلفزيون شوي لتتسلى، ما بكفيها تلفزيون، لازم تلفزيون، وانا هي بدها طول الوقت الاهتمام يكون كله لها يعني. بالضبط. كنت عم حط لك هلا حطينا الكونسيلر، استعملت لونين انا، اول شيء نمبر 40. اوكي رجعت حطيت فوقه ال 21 لاكسر شوي طبعا، تطلع كثير فاتحه وما تطلع كثير غامقه. انا كثير بحب البلاش الكريمي، وانا بحب البلاش الكريمي كثير، بحط البلاش الكريمي اوقات شوي فوق العين، بحطه اوقات على التم وبحبه هون كثير. سو رح استعمل لك البلاش الكريمي. انت انا بدي اعمل لك مور ايرث كولرز اليوم، تمام. سو رح روح على بيتش، تمام. اوكي رح احط لك اياه على الخدود. ليك بتطلع شكلي ليك دغري بحول شو حلو. لا بس عن جد بس بدي اخففه شوي. اكيد هي الباليت كلها حلوه، هي بتنحط على الليبستيك وهيدا، صح؟ اي فيني استخدمها ليبستيك ولا بدي احكوا عليه؟ لا استخدميها. ممكن؟ ايه يعني ما نحن ايه هيك نقزه بتعطي كأنك أكلة فريز أو عرفتي very natural. بحبهم كتير لأنه أنا بحب إني ما أكون حاطة ميكاب، بس الشكل شكله ملون. طبعا أنا هلأ مع هذا البلاش اللي أنت هكتر كتير طالع مثل اللعبة، شكلي كلاون مو لعبة. بدنا نرجع نجيب الميكاب بلندر ونرجع نخففها. هلأ رح أعمل لك شوية كونتورين. ماشي. تعرف إن أنا بحياتي إيفون بحياتي ولا بأي مناسبة ولا حتى بيني وبين حالي ما جربت أعمل الكونتورينج اللي تقيل اللي هلأ بيعملوه. بس كندا بدي أقول لك شيء، ما في أصلاً ميك أب بلا كونتورينج، أنا هيدا رأيي. لا عم أقول الكونتورينج، تعرفي هلأ اللي تقيل كتير كتير اللي بيعملوه بتلاقي من هون أبيض مضوي ومن هون خط غامق. مزبوط. اللي هو كتير حد، وفي ناس ممكن يكون بالبقلة يعني، بس أنا ولا بحياتي عملته ولا بعرف أصلاً إذا ممكن يكون بالبقلة، لأنه بس الكونتورينج بالمينيموم بحبه طبعاً، بيضعف الوش، بيرسم تضاريس للوش بدل ما يكون الوش هيك فلات يعني. مزبوط. لا بفهم بعد. لا ما بكي شيء يعني، بفهم. بدك مرة بعد خلص بسبقك بالميك وكتير. هلأ برجع بقلك إنه أهم بارت كمان بالميك أب هو الميك أب بلندر، وخصوصي إذا بدك تقوي نقزة كونتورينج. هلأ وهي الحلو بهاي الباليت إنه فيها كل الألوان، بتحطيها بالجزدان، تمام. يعني كيف ما كان انا حبيتها هي وتبعت البلاش، تبع البلاش الكريمي بلاش. انا صرت عم شوف ناس بيعملوا سحر بالميك اب، بيطلعوا هدول الناس الفيري تالنتد، مو بس اللي بيعملوا ميك اب تجميلي، اللي بيعملوا ميك اب اللي بيتحولوا ايه؟ يعني بتلاقي وحده بتعمل كاركتر شخص ثاني بيعملوهم برا، ولا صرت عم شوف في ناس عرب بيعملوهم بالميك اب، بترسم شخص يعني بتتحول لشخص ثاني يعني انسان ثاني، بتقلد شخص، بتقلد كاركتر حدا سيلبرتي حدا مشهور، هدول بالنسبه لي سحر يعني، بيحولوا الميك اب لماجيك عن جد. مزبوط. كانه عندك كانه عم بيشتغلوا شيء بالمثلا جرافيكس، عرفتي شو؟ صح. رهيبين يعني.
بتعرفي انا شو بعمل ايفون؟ انا بشتري، يعني بروح مثلا بالديوتي فري وقت بسافر او باي مكان بشتري كثير. مشكلتي مو باني اشتري، مشكلتي بانه استخدم اللي عم بشتري. بشتري وبكوم عندي، وبشتري وبكوم عندي، وبس بالاخير ما بعرف استخدمه. فهلا بدي كل مره بقول لا بدي ظبط علاقتي بالميك اب. عم بستعمل لك الاثنين هايلايتر من برو لايت فيوجن نمبر 1 ونمبر 2. عم خلط شوي، شوفي هيدا على جولد وهيدا على شامبين، هيدا هيك روز جولد اذا بدك نكته، وهيدا على جولد، وهيدا على جولد. عم خلط شوي. يا انا بدي اخذهم هدول كلهم، بدي اروح اجيب منهم هلا قبل ما اروح على مصر، بدي اخذهم كلهم. ادعي لي بس اني استخدمه. بس عن جد لازم تبلشي هلا هيك. عادي انت بس بلش. تكون حياتي والله لازم بلش. تبلشي بده خرق. انا بدي يعني ان شاء الله هلا اذا كل الوقت بالمطبخ عم تطبخ. بتعرفي اللي شاطرين بالميك اب شو بيريحوا حالهم حتى من يروحوا عند دكتور تجميل يضلوا يحقن بوشهم. فانا كمان قصدي بما انه كمان علاقتي بدكتور التجميل هي كمان فاشله، وما بعرف اني اروح اعمل الاشياء لانه انا ما بكره، مالي ضدها يعني. بقول انه بالعكس برافو عليهم، في ناس بيعرفوا يضلوا على طول محافظين انه عمرهم صغير وبشرتهم نضره ما عندهم رينكلز. انا بتلاقي عندي رينكلز فوق وتحت بكل مكان. لا ابدا. فالميك اب لا عندي لك بس اضحك. بس هو حلو الواحد بس يضحك يكون في شيء بيعبر يعني عم. لانه بتعرفي هلا صار يعني في عالم بتشوفيها ما بتعرفيها زعلانه ولا مبسوطه. صح. هيدا شو؟ حط لك البودر. تمام. البودر هيدا البودر انا مستخدمه. هيدا البودر انا بستخدمه لانه اريح شيء بحياتي. بحطه بدون فاونديشن، بحبه وبيقعد طول اليوم معي، بيعمل لون كثير حلو هيك بتحسي فيه مثل فيلفت. مزبوط. يعني بتحسيه فوتوشوب بس تحطيه. حتى فيك تحطيه لوحده بدون ما تحطيه فاونديشن. انا بحطه بدون فاونديشن. بيطلع روعه، بيطلع روعه. هلا انا رح استعمل لك منه ثلاث الوان بس لحتى نشتغل على فورم الوجه. تمام. سو هلا حطيت لك اللايت، وبدي احكي عن هاي البراش انا كثير بحبها وخصوصي لتحت العين. رقم 152 من احلى البراشز اللي معقول انكم تستعملون. يا هذا غالي والله غالي. لا عروقي عشان شو هذا؟ لا هو ليكي انا بحب استعملهم ك كونتورينج يعني اكثر. هلا عم بستعمل لك الميديوم كولر لانه انت يعني قد ما بيضه اسم الله عليكي سنو وايت. هيدا شو؟ ليكي رح اعمل شغله غريبه شوي. ايه. رح احط حمره. ايه. نكزه على عينك. حمره على عيني؟ ايه. ماشي. نكزه. لتغمقي فوق العين. نكزه ايه. بدي اقول لك شغله، اول شيء هيدا الجلوس هو مات. سو بس تحطيها على العين بيعمل مثل باز لحتى يضاينك الميك اب وما ينقم ابدا. تمام. سو رح تحبيها. هلا شوفي. بس انا بحب غمق بهي المنطقه اللي انت عم تعمليها. مزبوط. بغمقها مشان ما تكون كثير طالعه لبرا عينيك، بتعطيها شوي دبس لجوا. كنت بدي بلش لك شوي بالايرث كولرز، سو رح روح على لون الجريج، واستعملت البراش 222. رح اقول لك ليه بحب لون الجريج. وعلى فكره انا وقت بعمل لحالي بستخدم هيدا اللون، بستخدمه تقريبا على حواجبي افتح شوي. ايه. وبحبه كثير حلو لاني انا ممكن غيري بيلبق له. انا ما بحب كثير البني المحمر. البني المحمر بحسه يا اما مع بياضي بيطلعني مريضه او بيعطي هيك سنه بلدي يعني. فمشان هيك هيدا اللون اللي عم تختاريه بالنسبه لي كلاسي اكثر. انا بس بدي اعترف بسر واحد حقيقه يعني بهيدا البروجرام اليوم. هلا انا ما عم بعاني من القعده ولا من الميك اب ولا من الشوب، يعني مبسوطه الحمد لله. زمتنا ايفون مهضومه حبيبي. كل شيء بجنن. انا اصلا المخرج هو يعني هيز ماي بيست فريند في هيدي، يعني لحاله هيدي شغله رائعه يعني. بس في شغله يا جماعه حابه يعني في معاناه حابه شارككم فيها لاني بحب شارك الناس معاناتي. في شخص هون هو مسؤول شاطر بروفيشنال كل شيء بدكم اياه، اسمه مروان، هو مهندس الصوت. الحقيقه تعبني وتعب ايفون وتعب المخرج وتعب كل اللي قاعدين، لانه هو يعني حبيبي هو بده يكون صوت بيرفكت. بس طبعا لبين ما يحقق هذا الحلم اللي عنده بده يغيرنا المايك، دمرنا حياتنا يعني حقيقه. راح واجا وغير لي وغير لي لبسي يعني ما بعرف شو بدي لكم. الله يوفقك يا مروان. بس طلعت لنا عيننا الصراحه بمصر، بيقول طلعت عيني يعني عرفتي يعني طلع لي خلص. حبيبي مروان اي لاف يو. كندا شو بدك تقولي لي شيء هيك يمكن اول مره بتقوليه او ما حدا بيعرفه عنك قبل؟ في هي قصه ما حكيتها ولا مره قبل. انا يمكن لانه عم اقول لك ما كثير بتابع وما عندي، ممكن ناس يكون عندهم دكتور تجميل بيروحوا له او حتى
درماتولوجيست دكتور جلديه. انا الحقيقه مالي كثير شاطره بهالقصص، فالمهم سمعت نصايح ناس من اصحابي انه لازم بلشت اعمل اشياء بوشي اللي هي بنات كثير من جيلي بيعملوا، ولا لها علاقه بالبوتوكس فيلر وهي القصص. فرحت عملته قبل، كان في مهرجان الجونه. الحقيقه انه للاسف الشديد، طبعا هو الدكتور محترم وانا بعزه وهو اكيد ما كان قاصد، بس ما بعرف اذا انت بتعرفي هذا الموضوع ايفون، يمكن ما فيكي تتعاملي بالبوتوكس والفيلر مع كل البشرات بنفس الطريقه. طبعا يعني انا رحت لعنده قلت له بدي مينيموم 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 مينيموم، لانه انا بعمري ما حطيته وما بحبه بخاف وما بدي وشي يشد والى اخره. فقال لي اوكي، وقدامي شفته ما حط كميات كثيره. انا عندي صور لحد هلا ما حدا بيعرف هذا الموضوع. انا انتقدت جدا، الناس صارت تقول لي شكلك كبران، يعني بدل ما يصغر لي شكلي كان كبران، وشي كان عامل هيك هيك تماما 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 تماما، ما فيني ابتسم، كان عامل لي بوتوكس هون وما بعرف ليش، فكانت امي نازل هيك، فكنت كل ما احاول اضحك هيك عملت تم، بتعرفي هذا المعز شفتي ما ببتسم، ما بعرف ابتسم لفوق ببتسم لتحت. كان شكلي للاسف ايفون اكبر من عمري بحوالي 15 سنه، يعني انا اذا عملته مشان تو لوك يانجر انا كان شكلي اولدر ماشي. فهيدا هيدا القصه اللي ما حدا بيعرفها، كان عندي فيري باد اكسبيرينس مع فكره البوتوكس والفيلر. هلا وقت بشوف ناس ثانيين بشوف عليهم لا، في ناس بتعرف تعمله حلو وبيعملوه صح والى اخره، بس اكتشفت بعدين يعني سالت انه بشرتي كثير رقيقه، ناعمه ورقيقه ما لها سميكه. فمن بعد الحقيقه تعقدت شوي وما عاد عملت ولا مره. هلا جا على بالي ارجع شوي زبط يعني التاتشز الصغار الحلوين، بس الحقيقه خفت، يعني الحقيقه خفت لانه شفت النتيجه اللي شفتها ما كنت كثير مبسوطه فيها الصراحه يعني. بس فهي قصه عم بقول لك اياها وما حدا بيعرف. انا عرفت انه انت شخص ما بحب الاسود بقلب عينه. معقول تحطي الاسود بقلب عيني؟ لا 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 نو نو No لا بس ما بتلعبي، انا عم جلغي، انا ما بدي احط عليك. انا اصلا اللي عم تعمليه هلا انت، انا ما عملته بعرسي ايفون، انت اخذتني يعني انت عم تقولي انا نعمل خفيف نعمل انا بعرسي والله أنا ما بعد حطيت ما هيك. شوفي صور عرسي والله ما حطيت هيك. هلا انت يعني هلا تاركتك. انا على فكره بس احكي لك شغله، انا ثقيله بالنسبه للميك اب ارتست ومحترمه انه نحن هلا ببرنامج فما عم نقي كثير، بس انا عاده الصراحه شوي من الناس النقائين. لا خففي، لا ما هيك بعمل، لا تخافي لا تخافي انا هيك بعمل، لا خففي لا ما تحطي، لا قيلي ليش هيك. فهلا تركتك يعني شو منيح. ايه كثير اعطيتك حريتك، بس لا كثير تزوديها انت ماشي، يعني ما رح ازودها كثير. رح شو بدك تحطي كحل اسود؟ لا انا ما كنت بدي احط صراحه بكل عينك، انا كنت عبالي عين وعين. لا لك حط وحياة الله بدي ساعة لفوت لجوا اقعد غيره. على فكرة بدي ارجع سجل موضوع المروان لا يعني لقيم قيم كل شيء ايجابي قلته. شو بدك حبيبي؟ بدي غير هيك. طب ليه لحق يفضى؟ لانه عم بيفوت عليه زبزبات عم غيره. زبزبات؟ طب شو اعمل يا جماعة؟ والله العظيم رح يجلطني هالزلمة. شو أكثر شيء تغير بحياتك من بعد ما تجوزتي وصار عندك بيبي؟ البيبي علمني الصبر كثير، يعني في ليالي بتعرفي انت كأم في ليالي ما بتنامي، في ليالي بتكون عم تبكي نون ستوب. فبحس انه الموضوع البيبي علمني كثير 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 الصبر التحمل العطاء، بيقلل من الانانيه، يعني بيشيل كثير من انانيتك واهتمامك وحبك لحالك وبانك انت تعطي. انت عم تضحكي علي ايفون وبتاخذيني باحاديث يا انا بحبها وماسكه قلم الكحله الاسود. ليك انا ما بعرف احط كحله سوداء. ليكي رح خبرك شيء، اول شيء هو الاقلام الكحله من احلى الاقلام المعقول انك تستعمليهم. كثير حلو، خلينا على البني. ايه ما انا حطيت لك بني. إيه؟ بس بدي احط فوقه نكزه صغيره كثير، ما حيعطي اسود، حيعطي جراي اذا بدك. وما ححطه على كل عينك، رح احطه بس باخر عينك، لانه انت قلتي لي شو الشيء اللي ما بتحبيه بعينك وانا عم بشتغل عليه. انا قلت لك اللي ما بحبه مشان تعملي لي اياه. ايه انا عم بشتغل لك كوركشن. وهلا بس نخلص الحلقه حتقولي لي ايفون اعطيني هول القلمين. اوكي. اول واحد رقمه 610. اوكي. وثاني واحد رقمه 100. اوكي 610 و100، البراون، الدارك براون والاسود. مظبوط. في كثير اوقات بس نحط الماسكارا بتجوي من فوق او بتجوي من تحت. اول شيء رح اقول لك انه نحن استخدمنا السموكي لاش اللي هي بتسمك وبتطول بنفس الوقت. جلغمنا شوي من فوق ومن تحت، قصد لحتى نعلمهم كيف يشيلوها، بننطر شوي بس تتنشف، لانه اذا شلناها هي ومي بتمح بزياده، يعني ايه جلغم بزياده، بتصير جلغم بزياده. سو ننطر شوي، غمضي وبتعمليها على مهل، سو هي بتفت وبتهر لوحدها. أوكي. بدون ما تشيل الاي شادو اللي تحتها. اوكي. طلعي لفوق، هون رح يبين معكم أكتر نكزة صغيرة دغري زبطت. هلأ بما أنه أنت شخص كتير بحب
حواجبه. هيدا القلم عن جد يعني انا هيدا ممكن استغني عن كل شيء بالميك اب الا هيدا اذا بدك. اوكي اول شيء اولا لونه شكله كثير حلو، هذا لون الجريج اللي انا بحبه اللي ما فيه حمار. ثاني شيء الشيب تبعه روعه، فيك تعملي فيه الشعره شعره وكثير هين انك تتحكمي فيه. هلا نحن اللي عم نستعمله رقمه 40. مشط اول شيء حواجب لفوق. بتحبيهم تخان شوي؟ ايه شوي. يلا وبحب دائما ايفون قولي لي اذا معي حق كمان لانه لون بشرتي فاتحه دائما بافويد دائما بتحاشى الالوان الغامقه. ممكن يكون لون شعري غامق بس عمري ما بروح بلون الحواجب لامشي نفس لون الشعر، بحبهم افتح مشان اولا اقدر اعرضهم مشان ما يعطوا اساوي للوش مشان ما تحسي وشي قاسي ومشان اقدر اكون حتى ميك اب خفيف لانه اذا مغمقه كثير الحواجب قصدي بيعطي لوك قاسي بالضبط وبصير بده ميك اب كثير كمان. يعني أنا بالبيت فالشي اللي بيعصبني اللي بتوقع هلأ بيعصب 99% من النسوان المتزوجين هو إنه زوجي قاعد مثل 3/4 الرجال على الموبايل معظم الوقت. مزبوط. فبكون بتحكي معه موضوع أنا معك معك حبيبتي عم بسمعك. إحنا عنا بيقولوا بالسوري العين مغرفة الكلام، يعني قصدي أنا بتطلع فيني يعني لأ أعرف أحكي الموضوع. الأشياء اللي أنا بعصبه فيها بقى لأني قرارة شغلتين، اولا ان انا من اول ما في الصبح بدي اقعد احكي قصص وهو مثل اي رجال بده يروح يبلش نهاره. الشغله الثانيه نحن بنشوف افلام كثير تقريبا يعني كل يوم بنحط فيلم فيلمين وعم نتفرج عليهم، انا لازم اعلق على الافلام وانا بعلق مثل خالتي وستي يعني شو مثلا بكون عم شوف فيلم بقول له قول له ليكو ليكو الحقوا الحقوا يعني عرفتي شو بتطلع علي الاول انه هي جذبه ولا شو صار لها بتطلع علي بعد شوي بالاخير لا بدوش انه لو سمحتي حبيبتي بليز ارجوك بدي احضر الفيلم ركز بالفيلم. ايفون شو رح تعملي لي هلا انت شو عبالك هلا الرموش الرموش يعني يلا تمام بتفيد الرموش نطلع اوف كاميرا اوكي وبنرجع لهم يلا باي باي. والله انك عم تمزحي يعني انا جعبالي ياكم تشوفوا اللي انا شايفته لانه على الكاميرا ما ببين الحقيقه. اطول رموش شفتهم بحياتي واطول رموش حطيتهم بحياتي وانا عم اقول لك والله حلين. انا كان عبالي شوي بينك بصوره شوي اكثر يعني انا كنت مش عاجب الناس احيانا الناس تكون متعوده عليكي بشكل ايه بتستغرب بس بتستغرب. انا ما قويته كثير بتمنى يا رب يعجب الناس. نو انا في شغله عن ميك اب فور ايفر باي ذا واي كثير بحبها اللي هي الدايموند باودر. هيدا ليك شو حاعمل طلعي لفوق حبيت الإفكت إنه تاتش كثير صغيرة فهمت عليك عطى لمعة كثير حلوة للعين صح. بقى هيدي اللي على هلأ جولد عطيتها هيك مثل حياة للعين حياة بنتي حياة شو حلوة حبيبي شو حلو اسمها حياة. أنت كيف تنقيتي أنت حياة؟ أنا ستي من ماما اسمها حياة اللي هي كانت أكثر شخص مؤثر بحياتي يعني كنت بموت 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 فيها الله يرحمها. أخته لعمر علا اللي هي من أعز أصدقائي يعني نحن وقاعدين عم نعمل برين ستورمينج ونطلع أسماء فقالت لي من ضمن الأسماء حياة فهيك اتكليكت بمخي إنه أنا شلون ما خطر لي حياة اللي هي الست اللي هالقد غالية علي فيها. إني أنا سمي بنتي على اسمها يعني هذا هو سبب الاسم يعني حلو كثير بدك تلعبيني لعبة فأنا عم سو إكسايتد. أول شيء في عنا أربع كارت هون أوكي بدك تنقي واحد منهم بيو step on stage the power of forgiveness و the art of giving. هلأ الحقيقة الأربعة topics أنا بحس أنه عندي رغبة أني أحكي فيهم. ممكن أحكي أنا عن موضوع the power of forgiveness لأني أنا بحب كثير فكرة forgiveness أصلاً يعني موضوع المسامحة بالنسبة لي forgiveness هو موضوع كتير بحسه مهم مهم لإلنا لأرواحنا مهم لشخصيتنا قد ما هو مهم للأشخاص اللي بدنا نسامحهم. يعني المسامحة مو بس بين الشخص والتاني المسامحة أحيانا ممكن تكون بين أفراد بين مجموعات بين أمة كبيرة يمكن وقت حكينا إيفون عن المسامحة أول شيء خطر عبالي بلدي اللي هي أول دائما يعني دائما حاضرة معي سوريا بعد كل اللي صار فيها من حرب من دمار من موت يمكن اليوم نحن أكثر 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 شيء بنحتاجه إنه نحن نسامح بعض يعني يمكن نحن محتاجين إنه اللي أذى يسامح اللي أذاه يمكن في ناس صعب عليها كثير إنه تسامح إنه في ناس رحلة ضحايا رحلة ناس ماتت فرح يكون صعب إنك أنت تتخطى بس المسامحة ضرورية جدا لأنه مع حقد مع غل مع كره مع وجع
صعب الناس انها تكمل تبني حياة. هلا انا شخصيا رح اقول يمكن انا ما كان عندي خسارة بهيدا الاحداث قد ناس. في ناس خسرت اولادها، خسرت بيتها، خسرت حياتها، يمكن انا اللي خسارتي كانت اقل. بس انا يمكن خسرت اني اروح على بلدي، صار لي سنين يعني مجبرا اخاك لا بطل اني انا ما بقدر اروح على الشام. انا اللي بقدر اقوله اليوم برمضان وبهي الحلقه اللي سبيشال بالنسبه لي مبسوطه فيها، انه انا رح احاول اسامح كل اللي اساءوا لي. يمكن في كثير ناس بسبب اختلاف الراي اساءت لي، سواء بالكلام، بالكتابه، بتلفيق اخبار، باختراع اشياء، بهجوم، بكل اشكال الاساءه او الاذى. رح ابدا من حالي، بتمنى نحن نقول اليوم لنعمل صفحه جديده، نفتح صفحه جديده بسوريا. رح اقول انا شخصيا رح احاول او رح اشتغل على اني سامح كل شخص اساء لي، قال عني حكي مو حقيقي، خونني، حاول يقلل من مدى حبي لبلدي، قال عني أشياء مو حقيقية، أساء لعيلتي، أساء لي بالكلام أو بغير الكلام. بتمنى ولو مثل ما أقول يمكن يكون جرحي أصغر من جرح غيري اللي فقدوا ناس، إنه اللي أنا عم بقوله الناس شوي نعمل مثل بعض، نحاول نسامح بعض لا نرجع هيك نعيش ببلد فيه محبة، فيه تسامح، وفيه هيك ناس نكون مثل زمان، يعني كلنا إيدنا بإيد بعض. كنت بتمنى أني ما أبكي بس غصب عني. بس عم بستعمل هلأ القلم رقمه 600. هلأ الحلو فيهم هولي القلم دغري بيعلموا ما بينشفوا، هيدي شغلة كتير مهمة. بين حاسة فيه وانت عم تحطيه انه مو ناشف ايه، وبعدين دغري بيسحب. بيج روزي تقريبا، ايه بيج روزي. هلا انا ما بعرف، انا كثير بحب الحمرة النيود، وفي لونين عند ميك اب فور ايفر. انا يعني رقم 103 ما في يعيش بلاه ولا لحظه. اوكي، يعني اذا انقطع خلص. ليكي شو حنعمل؟ رح نحط البيج، تمام، ورح نحط فوق شوي على جلوسي على بينك تنكسر الاثنين. تمام، نجربه. هلا كمان بدي احكي شغله عن هول هيدا الروج، انه للي ما بيحبوا كونتور اوكي فيهم يحطوه بدون على طول. انا بحب الكونتور صراحه، بيساعدني اني ارسم تمي. يعني هيدا شو رقمه قلتي لي؟ هيدا رقمه 103 مات مات بيج بيج. تمام اوكي. هلا بما انه انت بتحبي شوي يكون دخل نقطه روز، وانا بحب الحمرة شوي يعني هيك تعطي شويه جلوسي جلوسي، بس هيدا الحلو فيه انه ما بيدبق. يعني مش انه حطيتيه وبتحسي انه ثقيل على التم. اللي انت حطيتيه حلو. ايه هيدا نفس اللي حطيته، بس انا حطيت لي على باج. اوكي، حطيت الافتح اللي هو 01. حلو. انا حطيت لك على شفتي بحط انت تروز بيفتح الوجه، مظبوط، بينور الوجه. اعترف لك بسر، قولي لي، كثير حبيت الميك اب عن جد. والله العظيم كثير حبيت الميك اب، يعني اكثر بكثير من اللي بحطه عاده. يمكن هي من اكثر المرات بحياتي اللي ولسه هذا قليل بالنسبه للناس، يعني في ناس غير لسه بحطه اكثر. ايوه مزبوط. بس حبيته، حسيت انه اوكي مغير شكلي، مغير شكلي بس حابه حالي، حاسه انه حلو. يعني لو عندي ايفنت حلو، لو عندي فيستيفال، لو عندي ريد كاربت، اي وود جو فور ميك اب بيشبه هذا الميك اب. هي بيضة وسودة صغيرة بس مكانتها بقلبي كتير كبير. هي واحدة من عيلتي، اسمها مثل البونبون، ومعي على السوشيال ميديا، بترافقني طول الوقت. حزروا مين هي؟ إذا عرفتوا الجواب اكتبوه بالكومنت تحت الفيديو. عملوا سبسكرايب لميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب تشانل. خمسة منكم رح يربحوا هدول البرودكتس اللي استخدمتهم اليوم ايفون معي بالميك اب. ولا تعرفوا اسامي الفايزين اعملوا فولو لميك اب فور ايفر ام اي اي على الانستغرام. على فكره انا بعرف الحزوره، ممكن احط اسمي؟ اكيد بتربحوني. انت ربحانه، ربحانه كنت كل الاغراض حبيبتي. بدي اعايد الكل، وبدي اقول لك ينعاد عليكي، ينعاد عليك ايفون، ميرسي، وينعاد على كل المشاهدين. رمضان كريم. ينعاد على كل الميك اب فور ايفر حلوه رمضان تيم اللي انا حبيتهم من قبل ما اعرفهم، وبعد ما عرفتهم حبيتهم اكثر. ينعاد على كل اللي عم بيشوفونا، يا رب تكون سنه خير ورمضان خير علينا كلنا.